بالكاتبة والشاعرة فاطمة نعوت في أخبار اليوم. أهلا وسهلا بيك. عايزين حضرتك بقى تقول لنا رأيك في خيبتنا النهاردة، كانت إيه شعورك؟ خيبتنا كبيرة قوي. صبحي يعني المسرح، يعني صبحي قيمة رفيعة مسرحية وفنية واجتماعية وثقافية وفكرية، ولكن صبحي مدرسة خاصة جدا، ومدرسة هو امتداد راقي وجميل للسلف الجميل اللي هو الريحاني وفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي إلى آخره، فكما توقعنا. يعني الحقيقة هو صبحي بعد رحيل زوجته وحبيبته، لأن نيفين رامز كانت شريكة درب ورفيقة كفاح ورفيقة طريق. صبحي بكى يعني وقال لي ان انا خلاص كسرت، وكتبت قصيدة انا وقتها اسمها دموع الفارس، قلت اخرها الفرسان يبكون ولا ينكسرون. كنت متأكدة ان هو لما يطلع بحاجة جديدة بعد هذه الغيبة الطويلة هتبقى حاجة واو، وهي طبعا كانت واو. خيبتنا دي كتبت 2004 وانا يعني شاهدة عليها، لان انا قريت المخطوطة دي من سنوات طويلة يعني، وكأنه كان بيستشرف اللحظة القادمة. يعني شوف بقى ما يكتبها من كام، 14 سنة، وبها رؤى يعني عد الحاجات قليلة جدا عشان تتوائم مع اللحظة التاريخية، ولكن في النهاية هي استشراف. وده برضو حتى في حتة مرارة، كأن الزمن لا يمر. يعني لما بنكون بنعاني من الآن في 2018 من نفس اللي كنا بنعاني منه في 2004 وقبلها، يعني a big question mark، يعني معناها أننا أمة لا تتطور، أمة لا تستطيع أن تحل مشاكلها، أزمة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة. مش عايزة أتكلم عن الفكرة في المسرحية أو التبيت عشان مش عايزة أحرقها، لكن عايزة أتكلم عن فنيات صبحي. هو ده صبحي، صبحي العظيم اللي بيخليك تضحك فارس، تضحك شفت كده، بنضحك بربك يعني من الضحك، ولكنه ضحك مر، ضحك بلون بطعم الحنظل، بطعم المرارة. ليه؟ لأنه هذا الضحك يمر على العقل أولا. صبحي يعرف إزاي يضحكك وأنت بتفكر وأنت بتتألم وأنت بتسخر من نفسك وأنت بتسخر من الواقع وأنت بتسخر من القبح وأنت بتحارب القبح، بتضحك ضحك مر. ده أرقى أنواع الضحك، أرقى أنواع الضحك هو الضحك اللي بيجي من الموقف، ومن الموقف من المفارقة المرة ومن التراجيدي، بلاك زي البلاك كوميدي. المورال اللي خرجنا بيه أنه يسقط المجتمع إذا سقط العقل، العقل هو السيد ولا سلطان إلا العقل، وفي الآخر الوطن نجاة لنا ونحن نجاة له. فالحقيقة مسرحية عظيمة، إخراجها فوق الوصف صبحي، تأليفها أو المسرحية نفسها الكتاب الورق صبحي، والتمثيل صبحي، وكل هذه الهارموني وهذا السينكرونايزنج وهذا الإبداع التفاعلي بين الممثلين وبين الناس وبين الجمهور وبين الخشبة وبين الميزانسي وبين الكريشندو وبين الجوابات والقرارات، مايسترو صبحي. دايما لما بكتب عنه بقول عليه مايسترو، دايما لما بنده له بقول عليه المايسترو، هو مايسترو فعلا، مايسترو المسرح. في طفرة جديدة من المسرح اللي بيتنوع كل يوم عرض جديد، ايه الفرق بينه وبين مسرح صبحي؟ والله مش عايزة اظلم حد، كل حد، ابص المسرح والفنون، المسرح ابو الفنون، وحينما صنفه الاغريق وجعله ابو الفنون لانه ابو الفنون البصرية وأبو الفنون السمعية، لأنه يجمع بين الشعر والموسيقى وكذا وكذا كده، هو أبو الفنون زي ما العمارة أم الفنون كده. فكل فن عظيم يحتمل التجريب، أنا مش ريجد قوي أن أقول أن هذا هو الرصانة أن المسرحية تستمر. وخد بالك من حاجة صبحي، مش زي مثلا عادل إمام، عادل إمام كانت مسرحية بتقعد معاه 15 سنة وحاجات كده، أنت بتقلل من إنتاجك. صبحي لا، صبحي حتى وهي يعني بينهي المسرحيه النهارده بيبقى النهارده سولد اوت، ها صبحي بيخلص مسرحيته وهي فول بوكد، يعني كراسي مليانه، مش بيستنى لما الناس تبتدي تقل عن المسرح. هو صبحي حد منظم، دماغ منظمه جدا، عارف امتى يبتدي وامتى يوقف وامتى كذا وامتى وطول العرض قد ايه. ده بالنسبه للمسرح الطويل اللي زي يعني بياخد وقت زي ده. المسرح السريع هو له من الوان التجريب، ها تقدر تسميه
كوميدي زي الستاند كوميدي، تقدر تسمينا حاجات لايت كبسولة كده. يعني انت محتاج ام كلثوم، ها، محتاج فيروز، ومحتاج حاجات خفيفة بتاعت زي مثلا يعني عايز اقول ان الوان وداع الف زهرة تتفتح، زي ما قال مين، ناوتي تونج قال الف داع الف زهرة تتفتح. فانا كلاهما بحبه. صبحي طبعا ده هو من علمني، يعني صبحي اتعلمت منه الاتقان، اتعلمت منه ان الفيلير از نوت ان اوبشن، ها، اتعلمت منه الصرامة في العمل. انا مثلا مع فريق عملي وقت الشغل ببقى ديكتاتورة، وقت التهريج ببقى عيله وبجري وبتنطط وبعمل بالونات. الميكس ده انا بعتقد ان هو الانجح، وده اللي بيعمله صبحي لما تشوفه في العمل بيقولوا عليه ديكتاتور، كانها سبه. هو ديكتاتور يعني ايه؟ يعني منضبط، ما بيقبلش الفشل، ما بيقبلش الخطا، مفيش حاجه اسمها ما كنتش اقصد ولا اعمل غلط واقول مش قصدي الى اخره. اذا كانت هي دي الديكتاتوريه، فنحن بحاجه الى ان نكون جميعا من فاشيين في هذا الامر، ان احنا ما لا نخطئ ابدا. صبحي مسرحه وشخصيته هي اللي بتشوفها، الشخصيه المورال، الشخصيه اللي بتدي تبان انها اسكولائيه شويه، تبان ان هي تعليميه شويه. هو ايه المانع؟ المسرح معلم حقا. ف انا شهادتي مجروحه في محمد صبحي من الاخر. يعني هذا العمل يعني كان فائق، لان انا كنت متخيله بعد المحنه اللي انت مريت بيها، ان زي ما قلت لك في القصيده بتاعتي، الفرسان يكون ولا ينكسرون، انت لا تنكسر ابدا، لانك انت هرم من اهرامات مصر حقيقه. فمش هعلق على استني كتابتي كان عارف انا ايوه، بس انا يعني مش قادره اوقف ان انا اتكلم الحقيقه. الهارموني اللي بينكم شيء فعلا، يعني اسمعوا ام فاطمه من فضلكم، الهرموني الكيمياء بتسميها الكيمياء. ما كانش في كيمياء بين الممثلين، الموضوع لا يمكن يوصل. انت مايسترو مش بس كممثل، ومش بس ككوميديان، ومش بس كمفكر ومثقف. بس انا بوظ الدنيا النهارده. لا الحقيقه انت مايسترو، لانك انت في كل اعمالك اللي فاتت والحاليه دي باداره التاج، في حاجه سحريه بيك. يعني انت مشهور عنك، انا كنت بتكلم في لما خدوا مني كلمات بره بيقولوا ديكتاتور، قلت لهم الديكتاتور هو بمفهومهم بيسموه ديكتاتور لانه ملتزم. فيلير از نوت ان اوبشن عند صبحي، عشان كده انت مايسترو حقيقي. المايسترو ده هو اللي بقى يشغل 7000 اله كله في وان تون. بنحرق صوتك حقيقه، بنحرق صوتك. انت عملت حاله ثقافيه طويله من اول حمله حتى الان.